الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل 10 سنوات أختنا جاية من كان هي مصابة بالورم السرطاني. طب قال عندك سرطان منتشر، ما لك علاج. ولا من قبل 10 سنوات جاي معالجناه، وما رجع قال له الشيخ علي رب العالمين شفاني والله طبت الحمد لله، اللهم صل على محمد. رجع للطبيب سوى تحاليل قال سرطان ما باقي. وهسه نتكلم يا اختنا المحترمه، ما اعرف والله شو اسمها، لان انتم تعرفون مليونين ونصف نفر جاي يمين، ما اعرف الناس، بس هسه اتكلم وياه هو قال لي انا شنو سرطان جيت يمك طبت. يعني ما اعرف والله. هسه نتكلم يا اختنا المحترمه باللغة الكردية المباركة، تكلمنا باللغة العربية المباركة. أختي كان عنده ورم سرطاني، أسمي السرطان كان عندي السرطان بالثدي، فحص كل وعي الدماغ يقول سوي تحاليل، الطبيب قال ما باقي الورم السرطاني، اللهم صل على محمد. هسه نتكلم يا أختي، هسه نلتقي ويانا شي بالعربي. كان نقصدك عندك كم عربي خلقي. بسم الله الرحمن الرحيم، خشكم سلام عليكم. السلام أختي. قولي خلقي شو عندك؟ هاولير. يقول أنا أعيش في مدينة أربيل. بيش تصاليات إلى قبل 10 سنوات جيت إليك 2006. الله أكبر. كنت شو دكتور يقول كان شير بنجة إبرام علاج نيا دوايا شكل كاتيرة تشنجع علاج مني هات مير قارا تتارا هات مروح علاج دوايا تاب ملخواي بزيان بي وما قايا باسيمي زي سنة بيغم بي بزيان بي. اللهم صلي على محمد. وانت مرتين جيت يمك سوينا تحاليل طبت، بس قلنا 3 مرات نمس عاصم يقول سنة نبي. زوجي قال 3 مرة هم نجي للشيخ علي، جاء يمنا كتب علاج 3 مرة قال الحمد لله طبت. اللهم صل على محمد. خش من نسحت تسير لو كساني كشير بنجاني السرطان نسحت يانس لكي لو كساني كم لو خش كبير لكم با مقرحاني باور وكان بس نتي بيغم باي باور وكان أكو لو كساني بكنا سمرني ويا استاذ بري أوا أوي نخوشي أبا الشفاء قرحان شفاء جمع ذا كامير خسي خوك اعتيالي قرحان شفاء استاكوية تو بلا باشا هيش جانت ما قلب ما سرطانك هذي رايتوا باشا ربي مبارك هيش عيب دماغ استاذ بالك في أقسام إيش تبيه إستا دعوت سيلو كسان من نتسي دعوت كسانة كمان إيش نتسي أخوة أريد لازم ما مرتان داني بالجواني بكنو حاشي فايا حاشي فايا جانيل سامي مني بيلك ما مستاي حاشي فايا جانيل خوش ايسي سلام عليكم. سلام عليكم. قربان فيها برك شرمينا كنا عارف برك شم برك شرمينا. قربان شي خيزان تينا وزعكو استاكو فيش دا سال 2000 شهر. اخبار وزعك زور ناخوش بو. ناخوش بو. زور بارا دي صرف ربيع صرف. اري والله. زور باش دو هات سمان. الحمد لله دو هات زنب ما الناس يعني هات نهات شو ما كيرت. اخبار وزعك زور زور باش بو. دو هات فعس كدو ماما صبرتو فعس. فعس ما كدو زار بزار باش ردم. جوانا. زارا كاتين قلت زارش كورنا قلت دوم زاريتي نابي بلوازك قلت ما بس سنتي بكار من بكين السيزار اللهم صلي على محمد قلت ما أنا سيزار بزيادة والحمد لله أخوي بزيادة ده صار له بيت براي بين مايا ما شيء ده كيو ده صار كاسو أكسوتان بو أكسوتان بو ما قرر بو كل باغا ربي مبارك تايم هكذا شوير ما مستا أبيري خد خوش نواتين يا ربي بخير قلت براي مايا الحمد لله أخوي بزيادة او تشجش من عينان قدان صاوي زعيفة بيست بعملياتها او تشجش جوان ودي بنزاوة رقيدة بي اوه بنزاوة رقيدة بي ودي اوه لو تسامي او كار مامزا ايه بري والله الحمد لله هاتي نيرو كانا استادرين نايبي بس دي زري دوي بيش سمان دمان بيش تهيناتان دمان بيش استاد الله اكبر الله اكبر دري لي زري دوي استا ان شاء الله او زارة درماني دي دينوي ان شاء الله او لي زارة شنامي الله اكبر يعني او كسكا شنات وما خوش هستان اما هسنا لين بس لاتين ندري ان شاء الله بوين خوش خاني في غمر ابن صلى الله عليه وسلم اوش بركتي قرآن كو خوش خوش هستو بالرزم شير بانجي و دسال بيستهات استاد شاك بو او كسا جوانا شم دكتورا قد عمليات دي او دو مانق علاج مانا كسكو دي بسيزا لقر ما من سنة في غمر صلى الله عليه وسلم سنة في غمر ان شاء الله كسا كمان عيد ان شاء الله تعالى او فحسينوها يا كسا جوانا تفعسي كون بس علاج قوية بكاملي بكاري بي وتفعسي نيو كون كل شيء كم شرط بلا عفوا لا تبعتي عفوا يعني علاج قوية بكاملي بكاري بي جوا نابي مالك نابي مالك كبري أو دخوم أو ناخوم زخش ما استاذ بروني يعني بكاري يسعى من عفوا أو أقعد تطوي ما أعرف كده طاس إكزاي بروني ما مسافر مش مش دنا بكاري كله مش أجي أكسي خود غور خش ما بروك سي خش بكاري إيه بري كاك من نابي سندري جوا نام إيه بري سي خوك سي خوك عقل أولي ولا خش من نام مامرو علاج دانا بس علاج دبي أتقوم كي بكاملي بكاربيني جوان علاج كثير بمزبوط يبكي دبي بري أو أمر أو لبيك قيدنا كان أو نا أو نا دبي بس إيش نبي كي بس نا علاج نبي كي قربان أقصي زو جوانا زو زو باش وين بدي تسأل بما لو باش في علاج كم كان نعي جوان شو بلا بلاش أنا أقصي أنا زور مهمة باش ما كان نعي إيه
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا سلام أزاي إن شاء الله بس هارن. بشكل مرينا سرتشام كاك سرتشام سرتشام على التام رزق. بعد بشكل مرينا بعدي راس نشوف. أكو بقى في بوكا. مرينا بقربا مرينا. وأنا قربا زق سخوك كتاو. بس كل مرة تنشمة. أتوقع سخوك إيه قلت إلى زك هانس تقع. إلى أول زور مهما إنسان. بكاملي بكاديني. بري. نكبري أو يدخم أو يناخم أو رؤى من أحوالي لما مش مهضو لما كنا خروج ده حفصة حسن خوش شويستان أوج معزية قرآن شيء جا كم دكتور عمليات نعم وتع عمليات نعم تساعد بعض ولا زلجي خوش كم دصال بيستهات 2006 شهر بنزيه أبو استا أول شيء ما خوش شويستان أهم معزية قرآن ميت سمنا كلا يش فاهي نعم خوي جبريا لبركة القرآن إن خوش كاني في غمر صلى الله عليه وسلم أو خوش كم دبا بقصي دكتور كان ما بمرد بها بلا عم بقصي خوي أبو شفاهي لهات حتى معزش كي قرآني بيلوز وأخواني قرطان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا آخر دعوانا الحمد لله ربع أختي كان مصاب بالورم السرطان رب العالمين شفاها وأني صر السبب يا ربي مبارك البي أولاد ما تشمام بي. وهذا معجزة القرآن السرطان أكو علاج وبدون مقابل ما أرد من أحد فلوس في سبيل الله خوش ريستان رشاء أوكي مخاوف سراد وشام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوش معجزة قرآن في وس كارم محمد جان رسمان الله تعالى السلام عليكم.